في الفيديو النهاردة انا هقول لك على بروجرام. البروجرام ده انا بمشي عليه عمره ما بيخيب، وقت ما بعوز اكبر شوية بروح للبروجرام ده على طول. ازيكو يا اصيع فرم في تاريخ المجرات والكواكب وديك ام اي جيم في العالم. الفيديو بتاع النهاردة بسيط قوي، والسبب اللي خلاني اصلا اعمل الموضوع بتاع الفيديو بتاع النهارده ده ان الفتره اللي فاتت دي انت بتاخد بالك. لا هقول لك على حاجه، دايما اعمل حسابك كده، لو انت ما بتشوفش نتيجه لمده مثلا اسبوعين ثلاثه شهر بتمشي على نظام معين وانت عارف انه بيجيب معاك نتيجه. يعني انا بعمل اللي هو بوش بول ليجز بقالي شويه، فجاه لقيت ان هو جسمي مش بيرد على البروجرام، مش بيجيب نتيجه. فلما ده حصل، وممكن يكون بيحصل لك برضو، اول ما بيحصل حاجة زي دي بدمع، في دموع بتظهر في عيني لان ببقى بطحن في التمرين وبحس ان مفيش فايدة، بحس ان اكيد في حاجة غلط. فالواحد بيحصل له كده زي لخبطة بنت كلب في دماغه. فانا قلت يمكن اللي انا هقوله ده يوفر عليكم اللخبطة دي او الجنان ده، وهقول لكم على حاجة بعملها او بروجرام كنت بعمله. والله العظيم مفيش مرة عملته وجلع. البروجرام ده من 2013 او 2012 حاجه كده. هو ليه تو فيزز، يعني ليه مرحلتين. انا هقول لك المرحله الاولى وبعدين لما تيجي الوقت بتاع التنشيف هقول لك المرحله الثانيه بتاعته. بس هي مش حاجه يعني فازلك، انت ممكن تخش وتعرف المرحله الثانيه على طول. بس يعني المهم انا هقول لك دلوقتي المرحله الاولى. التمرين ده كان ارنولد جات فتره كده في 2012 عمل في ويب سايت، واحد انا حتى هحط لك لينك في بي دي اف تنزله على موبايلك وتمشي على التمرين، فاهم؟ حماتي عندها كلب غريب الاطوار يا جو، اللي هو مش تحتاج اصلا حاجه، يعني مش تعمل حاجه خالص غير ان انت تمشي على الحاجات اللي في البي دي اف دي او الفايل ده، تمشي عليها بالظبط وخلاص كده. اكل بتمارين بكله. البروجرام ده اسمه ارنولد شوارزنيجر بلو برينت، فهو عمل بلو برينت للماس، ذا التيميت بلو برينت للماس، ذا التيميت بروجرام للماس، اللي هو الحجم، يعني اللي هو البرنامج بتاع الحجم اللي هو فاهم من الاخر. مش عارف انا مقرب شويه زياده ولا لا، بس يعني عشان عايز الشمس تيجي على وشي بصراحه، مش عايز اخش في الظل عشان النور يبقى حلو. البروجرام ده متقسم ازاي؟ يوم هتلعب فيه بنش ومعاها تمارين الظهر في نفس اليوم، وبعدين هتخش على الكتاف والباي والتراي. طبعا الباي والتراي داخل معاهم الريست وكل حاجه، يعني مفيش الدراع كله، كتاف باي تراي، وبعدين تمارين الرجلين في يوم لوحدها. فانت كده اتمرنت 3 ايام ورا بعض. وبعدين طبعا هو في العادي بيمشي 6 ايام في الاسبوع ورا بعض. انا بصراحه بعمل الثلاث ايام ورايح يوم وبعد كده اعمل الثلاث ايام تاني. طبعا في البروجرام عامل لك سبلمنتس، مكملات معينه ممكن تاخدها. بس يا كاجو انا طبعا الصراحه الفتره دي بحاول ابطل مكملات خالص، وعايز اجيب اخر جسمي من غير اي حاجه خالص. ماشي على القصه دي مثلا بقالي شهرين ثلاثة مينيمم. حتى الكرياتين بطلت اخده، كنت باخد بروتين، وبعد كده واحد صاحبي قال لي طب ليه ما انت ممكن تاخد من الاكل، يعني صح لي ضميري اللي انا كنت اصلا عامل عبيط. فقلت قشطه اشوف اخر جسمي يعمل ايه. البروجرام ده لو انت ما بتعرفش انجليزي هتاخد كلام اللي مكتوب كوبي تعلم عليه وتحطه على جوجل ترانسليت، مترجم جوجل يروح مطلع لك الترجمه بالعربي. فانت مفيش اي عذر ان انت ما تعرفش تعمل التمارين دي او ما تعرفش تعمل البروجرام ده. وفي حاجات صغيره بيقولها، يعني مثلا يقول لك ايه، في يوم هتختار تمرينه واحده بس هتجيب اخرك بعده واحده بس في التمرينه دي، يعني تشيل وزن تعرف تشيل بيه عده واحده بس. فالحركه دي بتكبر العضله قوي وبتقويها قوي. فبيقول لك تعملها مثلا في يوم. في تمرينه تانية يقول لك مثلا تعمل فيها دروب سيت، اللي انت في اخر مجموعه بعد ما وصلت لاخر وزن تقدر تشيله، تقلل الوزن شويه شويه وتقعد تعمل 10 عدات منه، تقلل كمان وتعمل 10 عدات، تلاقي العضله بتتعصر. وحلاوه التمرينه اصلا ان هي يعني مليانه بس تبان قصيره، لانه هو عاملها سوبر سيتس، يعني بتلعب ممكن اول تمرينه او اتنين كل واحده لوحدها، وبعد كده لما بتخش بقى في التمارين الثانيه تلعبهم مع بعض، فبتلاقي التمرينه بتتنجز. ورغم كده والله العظيم انا وانا بتمرن التمرينه دي والله انا فاكر بتخليك من الجنب تعرض، سمكك نفسه بيزيد لما بتلعب بنش وظهر، بيخليك ماشي فعلا اللي هو انا مالي عامل كده ليه. فجربوا التمرينه دي وانا همشي عليها. مثلا هو كاتب 4 اسابيع،
فانا ممكن اوصل لست اسابيع، وبعد الست اسابيع دول اشوف اللي هو، او يعني بعد اول 4 اسابيع اشوف ايه النتيجه. لقيت اللي هو لسه جسمي يعني بيتفاعل مع التمرينه دي، فاعمل اسبوعين كمان مثلا اشوف. لقيت ان هي لسه شغاله هكمل لحد الـ6 اسابيع. لقيت اللي هو بعد الـ4 اسابيع ده ممكن، طب استنى كده ابتدي بقى مثلا انشف سنه، او بعد ما ابتديت اضخم سنه، وطبعا في اكلي وكده حلويات خفيف، ازود شويه بطاطا شويه شوفان، مش هزود عيش. انا الفتره دي بحاول انا ما اكلش عيش غير في يوم الجمعه والسبت مثلا عشان اجازه، وعيش بني. لكن في الايام اللي هي العاديه مش هاخد غير رز بسمتي وبطاطا، او ممكن بطاطس قشطه وبس كده. خلينا نشوف بقى التمرين دي هتعمل معانا ايه، بدل ما الواحد قاعد بيتسحل كده وبيتمص بس كده. شكرا قوي ان انتوا اتفرجتوا، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب على الحاجات اللي موجوده تحت دي، عشان يجيلكوا اخبار انا حاجه دي بعملها في حياتي او عن الفيديوهات. طبعا انا قاعد بقرب كده كل شويه لان الشمس قاعده بتختفي ورا العماره، فما تتخضوش لو قربت كمان شويه. سلام.